حق من الرحمن، غذاؤه ميزان، يشفى به الإنسان، فالتين والرمان، فواكه الجنان، والخل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم عن مزيد من الخدمات التي نقدمها في نظام الغذاء الميزان لإخواننا وأخواتنا الذين يريدون أن يستفيدوا من هذه الخبرة. كما قلنا سابقا أن الدراسات تشير أن الجينات التي تؤهبنا للإصابة بالأمراض ليست هي وحدها مسؤولة عن حدوث المرض، واستدلينا على ذلك بالدراسات التي أجريت على التوائم المتطابقة. هؤلاء توأمين عاشوا في مناطق مختلفة، أحدهما مارس نمط من الحياة صحي وجيد وغذائي ممتاز، وأحدهما مارس نمط حياة صحي سيء وتغذية سيئة، فالذي مارس الحياة السيئة أصيب بأمراض، أما الذي مارس الحياة الصحية الطيبة فلم يصب بأمراض، بالرغم أنه الدي ان اي متطابق بينهما. واستدلينا على ذلك أيضا بالناس الذين هم من منشأ ياباني على سبيل المثال. معروف في اليابان أنه هناك لديهم نمط حياة يجعل إصابتهم بالجلطات وتصلب الشرايين قليل جدا جدا جدا. فاليابانيين الذين هاجروا إلى أمريكا حيث نمط الحياة هناك يؤهب إلى نسبة عالية من الإصابة بالجلطات وتصلب الشرايين وجلطات الدماغ وما شابه، بدأت هذه النسبة ترتفع عند هؤلاء اليابانيين لتصبح مثل الأمريكيين، مما يدل على أن نمط الحياة هو الأهم في تحديد حدوث الأمراض. ولذلك نحن نعمل عندما تتواصلون معنا ننصحكم، ويكون ذلك على شكل برنامج متواصل لمدة 6 شهور. يعني يتواصل الشخص يقول طيب أنا عندي مثلا تصلب في الشرايين، ماذا أفعل؟ أول شيء ننصحه بمنتجات غذائية صحية عليها دراسات أثبتت أنها فعالة وتساعده، وليس واحدا إنما عدة أنواع، نحن نريد أن نغير نمط حياته. ننصحه كيف يأخذ الطعام بترتيب معين، بكيفية معينة، بتوقيت معين، فحتى التوقيت له دور في التأثير على التعبير على الجينات، لأن نكتشف أن الأمراض التي نحملها هناك جينات تعبر عن ظهورها، والأطعمة تستطيع أن توقف هذه الجينات عند حدها، فندله على الأطعمة التي أثبتت الدراسات أنها توقف التعبير عن مرضه، فيكون مصابا بتصلب الشرايين فيتوقف تصلب الشرايين عنده بإذن الله سبحانه وتعالى. ونعطيه كثير من القواعد الغذائية على مدى 6 شهور، يعني كلما اتصل فينا ويجد بشكل تلقائي مجرد ما عمل سبسكرايب أو سجل لأول مرة وهو مهتم بهذا الموضوع، سيجد سلسلة وموسوعة ضخمة من المعلومات الموثقة علميا والمعروضة بأجمل شكل وبأبسط شكل تصله تباعا بإذن الله إلى أن يصبح يغير نمط حياته تدريجيا ويحصل على حياة أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. ببساطة نستطيع أن نساعدكم ونقدم لكم معلومات تفيد الأشخاص من عمر سنة حتى عمر 100 سنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لنقدم لكم بإذن الله نمطا من الحياة مبنيا على الدليل العلمي ومأخوذ من ثقافتنا يساعدكم ويحسنكم بإذن الله لتصلوا إلى أفضل مستوى صحي بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا مخلصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يفيدنا فيما علمنا بإذن الله. في الحلقة القادمة سنجد مزيدا من التفصيلات في الخدمات التي نقدمها وفي منتجات الغذاء الميزان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سنتحدث عن الداء السكري. ما هو النوع الثاني؟ النوع الثاني وجدوا لا الأنسولين موجود، وقد يكون إفراز الأنسولين طبيعي أو أقل من اللازم أو أكثر من اللازم. طيب ما دام الأنسولين أكثر من اللازم، طب ليش في ارتفاع بالسكري؟ عادة المشكلة الأساسية في النوع الثاني من الأنسولين ناجمة عن نقص حساسية مستقبلات الأنسولين للأنسولين. يعني الأنسولين أشبهها لكم مثل المفتاح وقفله، ولكن تخيل إنه هذا القفل مصدي أو خربان، فأنا أدخل المفتاح أحاول أفتح مرة اثنين ثلاثة أربعة أجتهد، ولكن في صعوبة ليس بسهولة يقوم سبحان الله الأنسولين بأداء وظائفه. طيب ما هي وظيفة الأنسولين؟ أنا في الحقيقة أشبه الأنسولين كأستاذ المدرسة للصف الأول ابتدائي. يعني كيف؟ تخيلوا نحن اليوم في أول يوم من المدرسة وطلاب الصف الأول ابتدائي موجودين في الساحات، وكونهم هم أول سنة بيداوموا في المدرسة وأول يوم يداوموا في المدرسة، فما عندهم خبرة، هم واقفين في الساحات. طلب المدير من أولياء الأمور أن ينصرفوا، وبقي هؤلاء الأطفال موجودين في الساحات. في نفس الوقت هناك مدرسين مشرفين عليهم، هم مدرسين الصفوف تبعت الأول ابتدائي. فيبدأ كل مدرس يأخذ الكشف ويقرأ اسم الطالب، أيوة يا عمو، أيوة يا بابا، أنت صفك في هذا المكان، فيأخذه من يده ويدخله إلى داخل صفه ويقول له تفضل اجلس هذا مقعدك، ويأتي بالطالب الثاني والطالب الثالث، وهناك في صف آخر نفس الشيء مدرس يأخذ الطالب الأول والثاني والثالث والعاشر وهكذا إلى أن تتعبأ الصفوف بشكل كامل. هذه وظيفة الأنسولين في الحقيقة. الأنسولين يساعد الجلوكوز اللي هو بيسموه سكر العنب في الدخول إلى داخل الخلايا، ولذلك عندما يكون هناك انعدام في الأنسولين لا يوجد مدرسين إطلاقا، فسيبقى الطلاب في الساحة ولن يستطيعوا الدخول إلى داخل الصفوف، وسيبقى الجلوكوز في الدم مرتفعا في الدم ويبدأ يطرح مع البول لأنه غير قادر على الدخول إلى داخل الخلايا، لأنه لا يوجد مدرس، لا يوجد أنسولين يدله على مكانه وكيف يدخل. نفس الشيء عند وجود نقص حساسية مستقبلات الأنسولين للأنسولين، هذا يعني أنه المدرس موجود ويأخذ بيد الطالب، ولكن يفاجأ عندما يدخل أنه سبحان الله الصف مغلق، طب أين المفتاح؟ مين المفتاح؟ مفتاح ضايع، ابحث، فلا يستطيع بالرغم أنه الأنسولين وصل إلى مستقبلات الأنسولين، ولكن كما قلنا مثل المفتاح والقفل الصدئ يحاول أن يفتح مرة واثنين وثلاثة ولكنه لا يستطيع. لاحظ العلماء سبحان الله أنه تقل حساسية مستقبلات الأنسولين للأنسولين عند حدوث زيادة في الوزن، ولذلك الناس البدينين الذين عندهم سمنة وزيادة في الدهون والدهنيات الثلاثية المخزنة تقل حساسية مستقبلات الأنسولين للأنسولين، وأحيانا عندما نقيس الأنسولين في أجسامه نجد أعلى من الطبيعي أو حتى ضمن الطبيعي، ولكن مع ذلك السكري مرتفع. ليش؟ لأنه هذا الأنسولين غير حساس، لا يستطيع أن يفتح الباب بشكل جيد، فلا يستطيع الجلوكوز أن يدخل. ولذلك أنا أطلب عادة من هؤلاء وأقول لهم لا تأخذوا أدوية، كل ما نحتاج أن ننقص الدهون في أجسامكم وأن ننقص أوزانكم، فبمجرد ما نزل الوزن وزالت هذه الدهون الثلاثية المخزنة في الجسم زادت حساسية مستقبلات الأنسولين للأنسولين، ووجدنا المفتاح بعد أن كان ضائعا، وزيتنا القفل بعد أن كان معصلج وفي صعوبة في عملية الفتح، وأصبح بسهولة يرتبط الأنسولين مع مستقبله ويفتح الباب ويدخل الجلوكوز إلى داخل الخلايا، ومن ثم ينخفض السكري ويزول. طيب إذن هذا بشكل سريع النوعين الأول والثاني من الأنسولين. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل تعلمون أن الأعشاب التي نستخدمها في منتجات الغذاء الميزان هي واحدة من أجود الأعشاب في العالم على الإطلاق؟ لماذا؟ في الحقيقة نحن في نظام الآيزو نضع شروطا عالية جدا. أولا، اخترنا الأعشاب التي ورد ذكرها في القرآن باسم الريحان، والريحان هو كل نبات ذو رائحة عطرة، فاخترنا من الأعشاب ما كانت رائحته عطرة، مثل الميرمية والبابونج والزعتر وإكليل الجبل والخزامة التي تصنع منها العطور من زيوتها العطرية، والمليسة والريحان والزنجبيل وهكذا. من ناحية أخرى، نحن نقوم بالحصول على هذه النباتات برية طبيعية ومن مرتفعات، فكما تشير الدراسات أنه كلما ارتفعنا عن سطح البحر كلما زاد تركيز المادة الفعالة والزيوت العطرية الموجودة في داخل العشب. ولذلك أذكر مرة من المرات أنني اتصلت بالشخص المورد، قلت له أريد 1000 كيلو من هذه العشبة، أنت أرسلت لي 600 فقط. قال لي دكتور من وين أجيب لك؟ إحنا دورنا كل الجبال في المنطقة فلم نجد إلا ما يعادل 600 كيلو. ولذلك سبحان الله، أذكر أن الأعشاب كانت تحفظ في كيس داخل كيس داخل كيس، يعني 3 أكياس من النوع المحكم، وتوضع في الطابق الصفر ونحن أعلى منها ب4 طوابق. ومع ذلك عندما يأتي الناس إلى شركتنا يقولون يا الله ما هذه الرائحة الطيبة، من أين هذه العطور؟ هم لا يعلمون إن هذه رائحة الأعشاب المخزنة تحت 4 طوابق وفي داخل 3 أكياس. لماذا؟ لأننا نحصل عليها بجودة عالية جدا. وهل تعلمون أن التقاط الأعشاب يعتبر علما بحد ذاته؟ نحن نلتقط من الأعشاب ما هو نخب أول، إذ نأخذ القمم النامية فقط من الأعشاب، مما يجعل تركيز المواد العطرية الفعالة في هذه القمم النامية خصوصا بعد العقدة الثالثة عال جدا وبمستوى عال جدا، مما يجعل لهذه الأعشاب طعما ومذاقا رائعا مميزا. وهل تعلمون أننا عندما بدأنا نعمل تجارب أولى، عندما بدأنا نصنع منتجات الغذاء الميزان، اكتشفنا أن هذه المنتجات لذيذة جدا 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 في الطعم، وكيف لا وهي مصنوعة من أجود أنواع زيت الزيتون ذو الرائحة الفواحة والطعم اللذيذ جدا، وكيف لا وهي مصنوعة من أجود أنواع التفاح الذي يعطينا أجود أنواع طعم خل التفاح، وكيف لا وهي مصنوعة من أجود أنواع الأعشاب المزروعة في الجبال زراعة طبيعية برية، والتي تقتطف منها القمم النامية فقط. ولذلك سبحان الله، عندما بدأنا التجارب الأولى بدأت تأتينا الفيدباك أو الإعلام، قالوا لنا جربوا أن تأكلوا البيض مقليا بزيت الزعتر، طعم رائع وجميل جدا. جربوا أن تضعوا زيت الميرمية على اللبنة مع قليل من الشطة، ما شاء الله طعم ممتاز جدا. جربوا أن تفلفلوا الأرز باستخدام زيت الزنجبيل. جربوا أن تتبلوا الستيك، ستيك اللحم، بخل إكليل الجبل. جربوا أن تضعوا مع الدجاج المسبك أنواعا مختلفة من الخل، مثل خل المليسة وخل الزنجبيل. وهكذا وجدنا إنه لدينا قائمة طويلة عريضة من الأطعمة، وبدأنا الآن بالتعاون مع شيف متخصص أن نحضر أطعمة لذيذة باستخدام هذه المنتجات. ورفعنا بذلك 3 مفاهيم. المفهوم الأول هو الزوج العنين والمريض السعيد والعائلة الصحية. ماذا تعني هذه المفاهيم؟ تأتيني امرأة تقول يا دكتور والله زوجي عنده ارتفاع في الكوليسترول، وارتفاع الكوليسترول هذا عنده عائلي، وقد أصيب أخوه وأبوه وعمه بجلطة أو سكتة قلبية أو سكتة دماغية، ومع ذلك هذا الزوج لا يمتنع عن تناول الدهون المشبعة وحريص على تناول كافة أنواع الدهون الحيوانية والمشبعة وغير المشبعة والسمنة المهدرجة والزبدة والشحمة وما شابه، وهو عنيد لا أدري ماذا أفعل معه.
أقول يا أختي احصلي على منتجاتنا تلك التي تساعد والتي أثبتت الدراسات أنها تساهم في تخفيض قراءات الكوليسترول ومنع أكسدة الكوليسترول، لأن الكوليسترول لا يترسب على جدار الشرايين إلا إذا تأكسد. وضعيه في طعامه دون أن يدري، يعني تحضري له صحن سلطة، ضعي له من صحن السلطة هذا من هذا الزيت وهذا الخل، بدل الليمون استخدمي خل الأعشاب، وبدل زيت الزيتون الطبيعي استخدمي زيت الزيتون الخاص بنا مع أعشابه. ولذلك أنا أذكر أنني دعوت مرة رجلا وكنا قد وضعنا على السفرة سلطة، وقمنا بإضافة زيت الزعتر إلى هذه السلطة. يقول رائحة الزعتر قوية وأنا أجد يعني سلطة الزعتر، ولكن أبحث عن الزعتر فلا أجده. أقول لا يوجد ورق الزعتر، إنما ما هو موجود زيت الزعتر، فمن شدة طعمه ورائحته القوية هو ظن أن هذه سلطة زعتر وهي سلطة عادية، إنما نحن أضفنا لها زيت الزعتر. أما المفهوم الثاني فهو مفهوم المريض السعيد. عرف عند الناس إن أكل المرضى أكل باهت لا بهارات فيه ولا ملح فيه ولا طعم فيه ولا نكهة فيه، ببساطة لأن البهارات والمتبلات والأطعمة الحريفة قد تضر المريض بشكل كثير. ولذلك ضرب المثل بالأكل السيء، يقولون مثل أكل المستشفى، أي لا طعم له ولا نكهة ولا رائحة وهو باهت. ولذلك نحن رفعنا هذا المفهوم لأول مرة، قلنا للمريض كن سعيدا، تستطيع أن تتناول طعام من أفضل وألذ أنواع الطعام لأنه مضاف إليه خل الأعشاب وزيوت الأعشاب، ليست ممنوعة عنك، على العكس هي تساعدك في مرضك، في الكوليسترول، في القولون، في التوتر، في الضغط الدموي الشرياني ارتفاعه أو في السكري، نعطيك من الأعشاب ما أثبتت الدراسات أنها تساعد في هذا المرض أو ذاك، ونعطيك كتيبات خاصة للطبخ تساعدك في استخدام هذه الخلاصات العشبية في طعامك. ومن ثم نقول أن مفهومك الآن هو المريض السعيد وليس المريض الحزين الذي يأكل طعاما لا طعم ولا نكهة ولا رائحة فيه. أما المفهوم الثالث فهو مفهوم العائلة الصحية، ونحن نقول لماذا ننتظر لتأتينا الأمراض، خصوصا الناس الذين أثبتت الدراسات أو أما المفهوم الثالث جاهز؟ أما المفهوم الثالث فهو مفهوم العائلة الصحية، نحن نقول لماذا تنتظرون حتى تأتيكم الأمراض، ولماذا ننتظر حتى يصيبنا المرض، خصوصا إذا لدينا قصة عائلية، قصة عائلية لتصلب الشرايين، أو قصة عائلية مثلا للذبحة الصدرية، أو قصة عائلية لسرطان الثدي، أو ما شئت من القصص العائلية للأمراض. نحن نقول ونوجه هذه العائلة لتضع كافة أنواع المنتجات في طعامها. أولا ستجدون طعما لذيذا ونكهة رائعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وثانيا ستؤمن كمية كبيرة من العناصر الطبيعية الموزونة التي تساعد في بناء وتجدد الخلايا والإكسبريشنز أوف ذا جين الذي تحدثنا عنه، ونوقف بإذن الله التعبير عن الجين الذي يؤدي إلى هذا المرض الوراثي الذي يزيد من احتمال إصابتكم بهذا المرض بإذن الله سبحانه وتعالى. تابعونا في حلقة أخرى عن مزيد من العناصر والميزات التي تتميز بها منتجات الغذاء الميزان، فتابعونا وكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.